رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في القمة العربية الأوروبية والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ حيث رئس جلالته فيها. ونوه المجلس بأهمية هذه القمة وبنتائجها في زيادة التعاون العربي الأوروبي وتعزيز الفهم المشترك بين الجانبين حيال مختلف التحديات والقضايا التي تواجهها الدول العربية والأوروبية وفي مقدمتها الإرهاب، مثنيا المجلس على جهود جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تهيئة الأجواء التي كفلت نجاح هذه القمة. من جانب آخر، فقد أشاد مجلس الوزراء برعاية جلالة العاهل المفدى وبحضوره للفعاليات الرياضية لما تجسده من تشجيع ودعم معنوي كبير من جلالته لهذا القطاع الشبابي الهام، ومنها تشريف جلالته في المباراة الختامية لكرة القدم على كأس جلالته. بعدها نوه مجلس الوزراء بأهمية الفعاليات الفنية في رفض الحراك الثقافي، وأثنى المجلس على دور المعارض الفنية والتشكيلية وبحرص الحكومة على استمرارية إقامتها، ومنها معرض الفنون التشكيلية الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والجهات الحكومية بالانفتاح على المواطنين والصحافة وفتح الأبواب أمامهم، وأن تكون الوزارات والجهات الحكومية آذان صاغية لمشاكل المواطن وسواعد مشمرة لحلها، فتحسين الخدمات والأداء الحكومي غاية للحصول على رضا المواطن، وأن التعاون مع الصحافة ضروري لأنها مرآة المجتمع ولها دور تنوري مشكور. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، أطلق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء البرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزز من فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات. ويشكل البرنامج الوطني للتوظيف خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل بناء على توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء. ويقوم البرنامج الوطني للتوظيف على 4 مبادرات رئيسة: الأولى هي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية هي زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينار لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى 9 أشهر بدلا من 6 أشهر كما هو معمول به حاليا، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلا من 500 دينار كما هو معمول به حاليا، ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار بدلا من 150 دينار. والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رسم شهري قدره 30 دينار. والرابعة، إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر موائمة مع متطلبات سوق العمل. وفي ضوء ذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وقرر إحالته إلى مجلس النواب. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، وأحالته
أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية، وقد روعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 إعادة هيكلة الميزانية العامة وبلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية في إطار مبادرات برنامج التوازن المالي حتى عام 2022 دون المساس بالخدمات الأساسية التي تمس المواطنين كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان. يتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2019-2020 وتبلغ 2,745,000,000 دينار للسنة المالية 2019 و2,874,000,000 دينار للسنة المالية 2020، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3,252,000,000 دينار للسنة المالية 2019 ومبلغ 3,287,000,000 دينار للسنة المالية 2020، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع ب 670,000,000 دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين أعلى، شاملا ذلك برنامج التمويل الخليجي. وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأول بدون فوائد خدمة الدين العام إلى حوالي 68,000,000 دينار في عام 2019 وتحقيق وفر حوالي 84,000,000 دينار في عام 2020، بينما تسعى إلى أن يكون العجز الكلي حوالي 708,000,000 دينار سنة 2019 وخفضه إلى 613,000,000 دينار في سنة 2020. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات العربية، ومنها الاتفاقية العربية لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. كما وافق المجلس على بروتوكولين ملحقين ومكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وهما البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال. وفوض المجلس وزيري الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. رابعا، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروعي قرار تضمنتها مذكرة معالي وزير الداخلية الأول لتعديل القرار رقم 197 لسنة 2014 بشأن الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين، والثاني لتعديل القرار رقم 4 لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون. خامسا، بحث مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، وحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع قرار بهذا الخصوص تضمنته المذكرة المرفوعة من سعادة وزيرة الصحة. سادسا، بحث مجلس الوزراء تنظيم طلب الإعانات الاستثنائية للأندية المشاركة في البطولات الخارجية بحيث تكون وفق آلية موحدة بناء على شروط موضوعية محددة عن طريق لجنة تشكل لدراسة طلبات الإعانات الاستثنائية للأندية والمشاركة في البطولات الخارجية. أحال المجلس مشروع قرار بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، وذلك بعد دراسته للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة.